مبارك. بس يواصلك ويقول له خيلي ممنون، والمبلغ لا يذكر، مبلغ رخيص في توصيل تكاسي. يقطك مكان جديد وانت تتمشى في موقع جديد وترى اشياء مختلفة، وتقدر تمشى بمناظر جديدة. جيت مكان تاريخي يعتبر، هذا مثل حصن، حصن ينقال له أرك كريم خان. أرك كريم خان هذه قلعة كريم خان. طبعا قبل تقريبا 300 سنة، يعني أيام الحقبة اليزدية يزندية، كريم خان حاكم المنطقة هني في شيراز قبل تقريبا 300 سنة 400 سنة، أمر ببناء هذه القلعة في العهد الزندي، يعني في الدولة الزندية. يعني أنا مو مهتم في عهد بس المنطقة أهم شيء، وسنة البناء والأعوام، لأن العهد قليل ذكرى في التاريخ، ما في معلومات. فكان هالمكان مثل سجن كبير أصلا، يعني ذاك الوقت هذا يعتبر معمار راقي في وقته، يعني ما أمر ببناء الحاكم. لاحظ البرج هذا، ما أدري إذا بين بالكاميرا ولا لا، ترى فيه ميول للخارج. عارف ليش الحركة هذه؟ كان عندهم عرف قبل أن هذا المبنى ممكن يسقط، فيخلون الميول للخارج بحيث إذا سقط ما يسقط عليهم في الداخل، يسقط بالخارج. شوف، شايفين الميول؟ شوف بين مايل. أنا قاعد أصور ستريت، لكن البرج شوف حتى طلوعه من الأرض مايل. شوف بس هذا اللي مايل، تصدق محفور هني، بس هذا اللي مايل، لان الثاني مو مايل، صاير ستريت. فالظاهر المعلومه انا اللي فكرت فيها غير صحيحه، هذه الظاهر هني الارض انخفقت ومال البرج، وحافرين دار مدار الظاهر مدعمينه تحت. هذا ستريت الحين ثابت، بس في احد القلاع او ذاك الزمان في عندهم هالفكره، في قلاع بهالنظام، يعني الزوايا يخلونها مايله شوي. في رسوم وانت داش، تدفع رسوم مليون ريال، مليون ريال يعني 100,000 تومان. وين نمشي، جهة اليمين ولا جهة اليسار؟ خلونا نروح نبدأ جهة اليمين، وإن شاء الله نحن وإياكم من أهل اليمين. هي جولة رياضية في هذه الأجواء الخريفية الجميلة، والهواء العليل والشمس المشرقة. وانت تمشي، هذا شجر البرتقال، انا شايف شجر البرتقال في شيراز بكثرة، يعني اكثر مكان اشوف الشجر هذا. هذه القلعة، قلعة قلعة، ها ايام الملوك راحت عليهم. قمنا نتمشى الحين ف
في العهد الجديد والبشر تغيروا وراحوا وجو غيرهم ويطالعون شغلهم، واحنا بنروح وبيون غيرنا، وهذه هي الحياة. باكر يشوفون بيتكم يقولون هذا البيت شوفوا شلون ساكن قبل، كان ياكل عيش هني، عرفتي راح يسوون فيك. فاعمل لاخرتك يا ولد، يا ولد ضبط امورك لاخرتك. هذه الشبابيك القديمه في محلات اثريات طبعا يبيعون، بس في شغلات قاعد يحاولون مثلا يحافظون عليها. شوف السلم القديم ما تقدر تصعده، حاطين سلم ممكن تستخدمه، بس يعني شلون كانوا يصعدون هالدرجة؟ الظاهر خطواتهم عملاقة. الحين وقت الخريف مخلص الشتاء، يمكن يبدؤون يشغلون الحمامات السباحة والمياه حق الصيف. شوف هذه مثل غرف صعود او شيء، وانا اتوقع ان هني جلسة الملك. شكله ان الملك يقعد هني والشعب هني يتجمهر، او ميدان القديم كان كذي حسب ما هو مصمم. الدخول هناك وجلوس الملك هني وغرفه هني، وهني حضوره وهني الزوار او الشعب او ايا كان. زين خلينا نشوف غرفهم شنو في داخل. شوف اكثر من سلم يودي داخل، بس هاي غرفه مسكره تراب زين. غرفه ولا غرفه تصدق طالع غرفه وكذي كذي. والله انا عبالي جام، لحظه اخاف جام. لا شوي مو جام، حاطين بعض الأشياء على المكان، بس أنا ماني قادر أفهم اللغة. بس شوف الإطلالات من الداخل شلون. هذا يقول لك يعني الوضع الحالي، الوضع القديم او العكس، لا 1360 1395 هذا القديم، هذا الحالي. اي قبل كان كذي، هم الحين مجددينه كذي. يا باب ورا باب، ها شنو كل واحد بغرفه هني يعني ولا؟ هذه أكبرهم، هذه أكبر واحدة هني. هذه في زبانها، أوه كانت تحكي. ها هني تقدر تلبس لبسهم وتصور لبس الزندي أو شيء كذي. هذا اللبس من ذاك الزمان. قاعد تقول لي تعال خلنا لبسك اللبس الزندي، لبس الزندية، لبسك لبس الزندية عشان صورك هني في فوتو مرتب. قلت له والله أنا صراحة خيلي ممنون. شوف يا واحد من المتابعين إذا بيصور تفضل عندك ويصور الصورة. أعتقد 50,000 ريال أو تومان ما أعرف. أرجو من الإخوان إذا عندي معلومات غلط أو قاعد أتكلم كلام غلط أو شيء، أرجو إنه يعني يكتبون الكلام الصحيح بدون التعليق على كلامي، لأن أنا قاعد أجي المكان أول مرة وبدون تحضير وبدون شنو وبدون تحضير.
فش اللي قاعد يصير؟ نفس ما صار في تركيا، اروح المكان انا واشوفه، بعدها يقوم الشخص يبحث في جوجل، بعدين يكتب انه والله انت وكلامك وما كلامك ما له داعي، خلاص انا جاي اول مره، ولولا وجودي في هالمكان ما رحت بحثت عنه. بس وسلامتكم، عشان في الرحله اللي طافت كانوا ناس يكتبون انت المعلومه هاي غلط. يا اخي شنو المعلومه غلط؟ انا ما اعرف المكان، انا قاعد اتمشى واشوف، يعني مو رايح له باستعداد، يعني انا مو فلوجر مجهز، فهمت يعني شنو فلوجر مجهز؟ هذول اللي يجهزون وتصوير وكاميرات وعارفين وين بيروحون وعارفين، لا انا ماشي البركه وشنو اشوف بوجهي رحت. خوب خوب، فاذكر المعلومه اللي عندك للمتابعين، صححنا نورنا اكتب لا ابو فارس ترى هذا كذي والموضوع كذي، نقد بناء ومعلومات جميله وتنورنا زياده. بس توجه لي انا الكلام ليش؟ انا ايش ذنبي؟ انا تورست، اي ام تورست. وين الوجه يا شباب؟ نمشي هني ولا هني؟ يعني المكان صاير فيه أكثر من مفرق. نمشي بهالاتجاه. هني سوالف الايرانيين، الطرشي ولا ساهون ولا شو اسمه بعد هذا القز، كله ينباع هني، عسل. هذه مسكينه ماني مصورها انا، قاعد تمشي وقفت هني قاعد صارخ سيارتي ماشين وماسك المفتاح، قاعد تبكي سيارتي. هذا يقول لها انت ما صفطتي هني، تقول انا سيارتي هني اختفت. الايراني بس انا ما افهم، بس مبينه قاعد صارخ على السياره تمام. المهم قال لها يبا الباركينج مو هني، هني مو باركينج، انت واقفه الجهه الثانيه ذاك الصوت، روحي. وداها هناك مسكينه فضه قلبها. شيت بين الأزقة القديمة، نتجول بالحواري. والله في بيوت، بيبان، ناس ساكنة، ها في ناس ساكنين. طن طن، هذا تحت قديم، هذا يمكن اوف مسكر. بارك هوتيل من الخلف. دخينا على الشارع العام، هذا الدوار هناك، دخينا القلعة، رحنا الحين الشارع العام، نمشي في هالاتجاه. انا اعتقد اني في وسط شيراز الان. اعتقد اني في الوسط. هذا شنو؟ يعبرك يمكن السيد الثاني وانا محتاج اعبر. خلونا نعبر. في اكثر من لاين، تروح يمين ويسار، ضيع كلها تحت الارض. في نزله بعد زياده، في محلات بس فاضيه. مجمع، اوه شنو؟ كم دور هذا؟ شوف شوف بعد نزول. كم دور هذا تحت الارض؟ تحت الشارع احنا.
ما نبي ندش الانفاق لا نضيع يعني بروحه عالم ثاني تحت. نرجع للشارع رجعنا للشارع مجمع تجاري أهلي بريلاند. بيتزا منبر في شيء مميز هنا واسع ووافير. شزين باه ريستورانت قال لي تذكرة 5000 والله ريال زلم خيلة ممنون والله محترم جاي معطيه أنا 50,000 ما أعرف حق فلوسه تخيل مسك 50,000 كان يقول لي لا بس 5,000 رجع لي الباجي وخذ يعني الخمسة خذ ورقة واحدة أنا معطيه 10 قال لا 10 خوش ريا فلوسهم شوي صعبة أنا ما أفهمها قاعد أمشي على البركة. بس شنو عارف يعني أقيسها من التاكسي أقيسها من البيبسي هالسوالف كذي قاعد أقيس أن هذا هل قد يطلع يعني مو معقولة بيصير أكثر. حجي هنا يبي له قاعدة خلونا نقعد مع مغيب الشمس. طلبت آيس كريم هنا قلنا نقعد ناكل آيس كريم ونكمل مشيتنا. طاقة طاقة الآيس كريم حق المشي وعانوا معاي طبعا خيلي متشكر متشكر عانوا معاي تقعد في الأجواء الجميلة في هالمكان. ترى جماعة الجو روعة على فكرة الجو روعة ما يبين يعني من وسط السوق شوف هذا بابه بس وأنا ماشي بالسوق دشيت بس شفت النافورة لفتت نظر. Thank you very much خيلي ممنون خيلي ممنون تشكر لهم ما قصرت عدل. يلا يا شباب ببرمة ببرمة سلامكم العافية. أنا الحين قاعد أمشي في شارع اسمه شارع سعدي. شارع سعدي بين نهر وطريق يعني بس ما شاء الله زحمة. هلا طالع بالدراجة ها كان مشيت هني وهني وبتوينت وهذا بس لا ما يحتاج ما يحتاج مشي وكذي وايد زين. كان الوقت كله قاعد ادور موقف وين اصفر وتي تحطها بالسوق دراجه غريبه كل من يبي يطالعها ويبي يصور ولا سوالف
وانت من وين؟ والف واحد يسألك خليك كذي لا احد يدري انت وين جاي ولا وين رايح. باه 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 شارع سعدي مليان بشر. سينما ومحلات باه 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 وصلنا مناظر كثير يأخذك إلى مفترق الطرق. ما شو كلاب؟ كلاب وناصر على كمر أربع قضية على المجمع. شو قاعد يسب العالم يقول كلاب؟ وين نروح الحين؟ وين؟ شباب أنا راح اضطر اني اوقف التصوير لان التليفون خلاص بيخلص شحنه. راح اتعشى في شاورما لند، باكل شاورما ونتوكل على الله الى الفندق نرتاح ونكمل جولتنا باكر. نكتفي بهذا القدر لهذا اليوم، والكاميرا ما تساعد بعد خلاص انتهى شحنها، فنتعشى ونرجع. نشوفكم على خير. محدثكم واخوكم كويتي ليدر من شيراز ايران. تشاو تشاو. السلام عليكم. ان شاء الله لذيذه. ما دام انت وياي اكيد لذيذه.